السلام عليكم يا اخوتي الجزائريين واخواتي الجزائريات. والله حبيت ندير هذا الفيديو يعني خصيصا باش ربما نعطي رأي للجزائريين والجزائريات اللي كل جمعة وهما راهم يعني يديروا في المسيرات، وانا واحد منهم ومنكم. ولكن ربما السؤال اللي بادر الذهن تاعي يعني إلى أين نحن متجهون بهذه المسيرات التي تبرمج كل جمعة؟ يعني نظن باللي النظام تاعنا هو راه يقولنا باللي دزوا معاهم، يعني الجمعة نتاعكم ما غاديش يعني توجعنا. وهما رانا نشوفوا اليوم حتى المسؤولين المقربين من حاشية الرئيس راهم يهربوا في الأموال تاع الجزائريين حتى يفرغوا الخزينة قبل 28 أبريل 2019. وهنا سؤالي موجه للمؤسسة العسكرية اللي راهي صامتة، يعني ما راهيش تتحرك، ربما عليها ضغوطات وعليها أن تكشف عن هذه الضغوطات حتى يقف الشعب مع المؤسسة نتاعو. نحن الآن يعني رانا نضيعوا في الوقت كثير، لأن أصبحت مسيرات الجمعة هي مسيرات للتنزه والشطيح والرديح، يعني كما شفنا يعني في الجمعة اللي فاتت. وهنا يعني ربما النظام راهو حس باللي هذا الجمعة يعني ما راهيش تأثر عليه وما راهيش تأثر على الكرسي نتاعو. على كل حال، فإذا أنا ربما راني نعاود ونقول نطرح السؤال: ما هو الحل؟ والحل راه موجه لكل الجزائريين اللي معنيين بالمسيرات واللي ماشي معنيين بالمسيرات بما فيها حتى النظام نتاع بوتفليقة والنظام ككل. يعني والله قلبي وجعني لما نشوف يعني الناس يجتهدوا ويحضروا في المأكولات ويعني في هذه المسيرات وقاع. على كل حال حاجة مليحة تشرف وبينت باللي الشعب الجزائري هو شعب واحد للعالم الخارجي، واليوم راه يستشهد بهذا الخصال اللي يتمتع بها الشعب الجزائري في كل أنحاء الوطن. وهذا يعني المسيرات اللي بينت كذلك على أن هناك تلاحم كبير بين أفراد المجتمع بمختلف أطيافه. فإذا النظام هو اليوم يحاول باش يزرع الفتنة في وسط الشعب، تارة باسم الطائفية وتارة باسم الجهوية وتارة باسم المصالح الشخصية والمصالح الدنيوية. فإذا نعاود ونكرر نقول باللي ما هو الحل؟ أنا نشوف باللي الحل، لأن النظام اليوم راه يستعمل في المعارضة، يعني هذه المعارضة اللي ما كناش نسمعوا بها من قبل ما كانش تتحرك، واللي كانت معارضة تاع صالونات، اليوم راهي حابة تتقدم المشهد السياسي وتحاول، لأنها يعني مأمورة من النظام. يعني لا نتهم كل معارضة على كل حال، وإنما فريق من المعارضة هم مندسين ويعملون لصالح النظام ويتظاهرون على أنهم ضد النظام. فهؤلاء معروفون، انكشفت خيوطهم وانكشفت مؤامراتهم، ولكن نحن كشعب يجب أن نتفطن جيدا على أن هذا الحراك وهذه المسيرات هم الآن يحذرون من الداخل ومن الخارج لاختراقها. من الخارج في هادو يعني شيوخ الفتنة اللي راهم يعني ربما يدمروا في بعض الجزائريين اللي باش يتزعموا هذا الحراك. وهنا خليني يعني باش نكشف الكواغط تاعهم، حابين يعني يسترجعوا الشعار نتاع الدولة الإسلامية اللي كان ترفع يعني في التسعينات، وراهم اليوم يقترحوا عليه بالحاج باش يتزعم هذا الحراك. على كل حال حنا نقولوا يعني بكلمة بسيطة: كل من لديه أزمة مع النظام القائم أو حسيفة، لأن هذا الحراك نتاعنا هو غير سياسي. علي بالحاج وآخرون نطلب منهم يبتعدوا على هذا الحراك،
ولا يحبوا يشاركوا في المسيرة ما يستعملوش شعارات على الأحزاب نتاعهم، يبقوا بعاد عن الإيديولوجية السياسية. من هو علي بالحاج؟ حتى اليوم يعني بعد شيوخ الفتنة في الخارج وسمعتهم وشفتهم في فيديوهات هما يطالبوا بعلي بالحاج. وما الرسالة الأخيرة باسم الجبهة الإسلامية اللي اندارت البارح وقريناها اليوم؟ على كل حال راهي الجبهة الإسلامية تدخل روحها رويدا رويدا في هذا الحراك حتى تفسده من الداخل. أنا نظن باللي هاد الجماعة هم شركاء مع النظام لإفساد هذا العرس، وأمثاله كثيرون على كل حال، منهم مقري لهذا راه يهز في الكعالة نتاعه وكل خطرة يخرجنا بخرجة. يعني ريح بلاصتك وحب تشارك في المسيرة اخرج من الحزب نتاعك. لا الفيس ولا حماس ولا أفلان ولا آلاندي ولا أحزاب أخرى لا يجب أن تقحم نفسها في هذه المسيرات. هذه حركة شعبية عفوية غير أيديولوجية، اجتمع من أجلها من أجل هدف واحد وهو تغيير النظام، ولا رجعة في ذلك. فالنظام اليوم راه يستعمل هذه الأوراق حتى يخلط القضية من جديد وندخل ربما في متاهات أخرى نحن في غنى عنها. لهذا أنا يعني وجعني قلبي حبيت ندير هذا الفيديو باش نوجه كلامي للشعب الجزائري، اطردوا من صفوفكم هؤلاء إنهم استعملوا أحزابهم. هذا الحراك هو غير حزبي، غير متحزب، غير سياسي، غير أيديولوجي. قعدوا في نفس السيرة والمطالب ستحقق إن شاء الله، ونحن حققنا، ما هي إلا خطوة إلى الأمام. فإذا أعيد وأكرر، ما هو الحل؟ أعطونا الحل من فضلكم، ما هو الحل؟ أنا نشوف الحل حتى يعني نقنع هذا النظام، لأن النظام هو حب يقود التغيير، هو يقود التغيير، وإحنا نطالبه بترك السلطة حتى نغير. الشعب هو الذي يغير وليس النظام. النظام هو سبب الأزمات. كيف اليوم يعني يتقمص ويقود هذه المرحلة التغيير اللي راهي جاية على كل حال من أجل تأسيس جمهورية ثانية؟ فإذا أعيد وأقول أن على الشعب أن ينظم نفسه وأن لا يمثل من طرف هؤلاء المتحزبين. القائمة يعني راهي حضروا فيها على كل حال، راهم يحضروا فيها قائمة أشخاص معروفين بنزاهتهم على كل حال، ولكن هذا لا يكفي، لأن هؤلاء الأشخاص يجب أن يكونوا بعيدين، وهم لا يحق لهم أن يتزعموا هذا الحراك، لأن الحراك هو عفوي وشامل مس كل طبقات المجتمع الجزائري. ولكن إذا تمادى النظام في الهروب من الحقيقة وتحقيق كل الأهداف التي كانت مسطرة، فعلينا أن نكون يقظين وواعين أو واعون بما يدور ويحاك ضد هذه المسيرات الشعبية العفوية الفريدة من نوعها في العالم. فإذا أطلب من الشعب الجزائري أن لا ينخدع مرة أخرى مثل من خدع أخوتنا القبائل في 2001، كانوا فاطنين علينا والشعب الجزائري ما مشاش معهم. ورون لما هذا الحراك تاع 2001 يعني التاريخ تأثر من طرف أشخاص، هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يمثلون هذا الحراك في 2001 استدرجهم ويحيى، أحمد ويحيى كما اليوم راه أحمد ويحيى، ولكن أحمد ويحيى هو غبي. فنطلب من الشعب أن لا يكرر نفس الخطأ تاع 2001. لو اليوم مثلنا الحراك كان ربما يقفز عليه ويأخذ هذا الذي يتكلم باسم الحراك ويتلاعب معه ليفشله. فلا يجب أن نكرر الخطأ. فشاهدنا كما قلت في 2001 هذا الذي تزعم الحراك في منطقة القبائل، أين استدرجه أحمد ويحيى لمفاوضات وحوار، وأفشل الحراك إلى حد الآن وبقيت المشاكل لم تحل. فإذا نحن لا نريد أن يقع لنا ما وقع لأخوتنا القبائل.
لأن هذا الحراك هو حراك وطني مس كل 48 ولاية. لا يستطيع النظام أن يلعب على الجهوية كما لعب في منطقة القبائل. هذه فرصة ثمينة لنا وللشعب الجزائري أن يستمر في حراكه بطريقة سلمية، وأن ينضم إلى قوته الأمنية، وأن يوعيها وأن يستدرجها في صفوفه حتى لا تكون عصا في يد النظام ليضرب بها الناس. فإذا أعيد وأقول، حتى ولو فرض علينا من يمثل الحراك، فيجب من داخل الحراك يخرج أشخاص نزهاء مخلصون، وأنا واحد منهم وأتكلم معكم من مدينة وهران، وأنا مستعد. ابحثوا عني، ابحثوا عني، أنا مناضل كبير منذ زمان، وأنا ضد الرئيس بوتفليقة مما كلفني فقدان منصبي رزق الأولاد. إذا أردتم شهود فهم موجودون. ابحثوا عن النزهاء والمخلصين والأوفياء. نحن نحتاج إلى أشخاص أوفياء يمثلون هذا الحراك بصفة مؤقتة حتى لا تبعثر جهودنا، لأن النظام هو اليوم يلعب على التفرقة. ونحن نشاهد اليوم كيف عائلة بن منصور وعائلة كونيناف الإسرائيلية تعبث في الفيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي لتفرق الشعب الجزائري. هذا عربي وهذا قبائلي وهذا شاوي وهذا ترقي وهذا ميزابي وهذا تلمساني وهذا كذا وكذا. انظروا إلى الدباب الإلكتروني، يعني عمارة موجود فيها أكثر من 100 شخص يعملون على الفيسبوك لتفرقة الشعب الجزائري، والدولة لا تتحرك. لماذا لا تتحرك الدولة؟ هؤلاء هم يؤسسون لتفرقة الشعب الجزائري حتى يتمكنوا من السلطة، وهم لم يخرجوا منها بعد، وهم ينامرون في حيدرة. كل جزائريين على علم بهذا. فإذا هذا النضال ليس من السهل أن يترك السلطة هكذا بسهولة إن لم يكن ضغط شعبي في الميدان بدون هوادة. والعمل الجواري مفروض عليكم على توعية الجماهير، لأن هذه ثورة سلمية تفوق ثورة 54، تفوق ثورة 54. إذا كانت ثورة 54 هي أسالت دماء الجزائريين، فنحن اليوم في ثورة سلمية لا تسال فيها قطرة دم جزائري من أي جهة كانت. فاستعدوا وابشروا، فإن النصر قادم إن شاء الله، والله قادم. أنتم ترون أن النظام مرتبك، لا يعرف ماذا يفعل، لم يستطع حتى يكون طاقم حكومي، لم يجد الرجال، كلهم مفسدون. والمفسدون اليوم يمتطون الطائرات ليهربوا من البلد ويسرقوا ما بقي من أموالنا في الخزينة. ولماذا لا تتحرك المؤسسة العسكرية وهم يرون أن النظام يخرق الدستور جهارا نهارا، ولا يتحرك ولا تتحرك هذه المؤسسة، فهي أمام قفص الاتهام. أنا أتهمها شخصيا. هي تقول أنها لا دخل لها في السياسة. ماذا تنتظر المؤسسة العسكرية حتى تنهار الدولة وندخل يعني في متاهات لا يحمد عقبها؟ أردت فقط أن أوجه هذه الرسالة للشعب الجزائري برمته وللنظام شخصيا. عليه أن يتنازل وعليه أن ينسحب بهدوء، لم يبقى له مكان في الدولة، هو أفسد كل شيء، لم يترك شيئا صالحا في هذه البلاد، والأدلة موجودة. فإذا هذه الأيادي الخارجية التي تطمع في ثروتنا عن طريق هؤلاء الخونة، فهم خونة وخونة وخونة، وأقولها 3 مرات، هؤلاء خونة، لا فرق بينهم وبين خونة الثورة 54، هم لا. لما تشوف انت الخضر الإبراهيمي أو العمامرة هذا اللي يمشي يستقوى بالخارج، وانت عندك مشكل
وانت كنت مندوب الامم المتحده لتذهب لتعالج مشاكل الدول الاخرى. انت عندك مشاكل في الداخل وتروح لبرا تستقوى برضا شعبك. اليس خيانه هذه؟ امامنا يجب ان يشنق في ساحه عموميه. هؤلاء مسالمون، هذا الشعب الجزائري لم يحمل سلاح ضدكم، فهو مسالم يقول لكم تعالوا لنتفاوض حتى تتركوا هذا النظام وتقبلوا بالتداول على السلطة. هذه الأحزاب التي لا تريد أن تترك الساحة السياسية مثل الأفلان والأرندي والأنبيا والأحزاب الموالاة، لا، ما الأحزاب الموالاة يجب أن تنتظر، لم يبقى لها مصداقية، ليست لها شعبية. شعبية موجودة في التيران، 20 مليون راهي ضدكم يا رب الكريم. وين راهي شعبيتكم اللي تقولوا باللي عندنا 20 مليون استثمار 20 مليون استثمار؟ وين راهي 20 مليون تاعكم؟ وروها لنا. اخرجوا ان كنتم رجال، انضموا الى الحراك ان كنتم رجال وعندكم شغم. لن تستطيعوا، انتم تعلمون مسبقا لو نزلتم للشارع ستقذفون وربما ستقتلون. وخير الكلام ما قل ودل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.